two, one, go. صباح الخير، هذه نشرة بلايز بونتين الخاصة بك اليوم. اليوم خميس 31 أغسطس. أنا حنين ومعي طارق. أسبوع النادي هو هذا الأسبوع. لا تنسى توقيع قصائم الإذن الخاصة بك وتحقق من جداول في القاعة روتندا هذا الأسبوع. يجب على جميع الطلاب الذين يقودون سياراتهم إلى المدرسة شراء تصريح وقوف السيارات. سنقوم الإدارة بتحقيق من تصريح وقوف السيارات في الأسبوعين المقابلين. يمكن شراء تذكرة وقوف السيارات من دونتيز سناك شاك أثناء الغداء. سيتم افتتاح سكتش إت أب المعروف أيضا باسم كافي كلازت يوم الثلاثاء 5 سبتمبر خلال جميع وجبات الغداء. توقف وأحصل على وجبة الدجاج زاكسبيز والقهوة المثلجة المفضلة لديك. سيتم بيع وجبات زاكسبيز كل يوم الآن، وليس فقط في أيام محددة. يتم تشغيل سكتش إت أب من قبل إعداء أعضاء دكة لدينا. لذا توقف وشاهدنا اليوم. تذكر أن تحصل على الدجاج والبسكوت. تريد المساعدة في جعل مدرستك ومجتمعك مكان أفضل أو أن يكون لك دور نشاط في التخطيط الإنشاط الترفيهي. يعقد مجلس الطلاب اجتماع الاهتمام خلال CNI في 1 أو 6 سبتمبر. يطلب من أي طالب يرغب في الانضمام إلى المجلس الطلاب حضور اجتماع واحد فقط من الاجتماعات التالية في 1 أو 6. يجري الحضور على غرفة السيد بريد G1 لاستسلام CNI Pass. دانتي سناك شاك مفتوح. تتوفر الوجبات الخفيفة والمستلزمات الصحية والجمال واللزوم المدرسية. يرجى التوقف أثناء الغداء لما تطبيق بلايز باريز على الإنترنت ناو. تأكد من انضمام إلى ريمايند. سيكون خلاط بلايز باريز تحت عنوان باربي بعد المدرسة اليوم. تعال وتحقق مع من يدور حول بلايز باريز. إذا كنت قد اشتريت بطاقة رياضية والتقطت صورتك فإن بطاقتك جاهزة للاستلام في المكتب الأمامي. إذا لم تكن قد صنعت صورتك بعد واشتريت بطاقة ممرور فراجع السيدة جنزل قبل المدرسة أو أثناء الغداء أو أثناء CNI أو بعد المدرسة لالتقاط صورتك. يجتمع نادي BHS للشطرنج يوم الأربعاء من الساعة 3:30 إلى الساعة 4:30 في غرفة C14. تفضل بزيارتنا للحصول على استمرار الإذن والضوئية من السيدة بروكس. اجتماعات اهتمام BHS Comics Club يوم الأربعاء من الساعة 3:30 إلى الساعة 4:30 في الغرفة C14. نعم، يلتقي نادي الشطرنج ونادي القصص المصورة جانبا إلى جانب. سيكون كونا آيس كل يوم أربعاء أثنان الغداء خارج القاعة الاستعدادية أمام المدرسة. تلعب الكرة الطائرة ريفرديل في الفرنس الليلة. تلعب الكرة القدم للفتيات في لبنان الليلة. يركض كروس كونتري في كافي كاونتي انفايت في مانشستر اليوم الثلاثاء المقبل. تلعب كرة القدم مع ريفنوود يوم الجمعة. تأكد من إطلاعك على الإعلانات والمزيد في بلايز ستوديوز بي اس بن على اليوتيوب وكذلك على شاشات ميديا كاست في القاعة المستديرة والصالة وأحدث شاشة لدينا في المكتبة. أنا حنين وأنا طارق وكانت هذه نشرة بلايز الخاصة بك. Go Blaze.